أزالت شركة أبل تطبيقي واتساب وثريدز من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين بناء على أوامر حكومية. وقال متحدث باسم شركة أبل لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أصدرت أوامرها بإزالة هذه التطبيقات من المتجر الإلكتروني في الصين بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي. يذكر أن التطبيقين المملوكين لشركة ميتا كانا محظورين بالفعل في الصين ولم يستخدما على نطاق واسع. من جهتها تعرضت أبل لضربة كبيرة في الصين، حيث تراجعت مبيعاتها ب10% في الربع الأول من العام الجاري، مع إقبال المواطنين على التحول لشراء الهواتف محلية الصنع مثل هواوي وأوبو.